طيب يا شيخ، بالنسبة في رجل الآن يسكن جنبي وعنده 8 من الأطفال، والآن زوجته حامل تقول أبغى هذا الجنين، هل هذا يجوز؟ يقول إيش؟ يقول العيال الآن عندي 8 مكفينا، واللي في بطني هذا لازم أسقطه. يقول لرجلها هذا يختلف، كان في الأربعين الأولى عليها ضار فلا بأس الأربعين الأولى، أما بعد هذا لا يجوز. إذا كان يعني الشيخ شهر شهرين، لا شهر بس الأربعين الأولى 40 يوم على النطفة. أيوة هذا يدل عند حاجة إلى ذلك بالطرق الشرعية، الطرق المباحة التي ما فيها مضرة، ذلك من الأطباء.